عندي التفتيش اللي جاي ده مهم جدا، اللي هو التفتيش الوقائي. التفتيش الوقائي، واكتب عندك كده بين قوسين سميه التفتيش التحسسي. التحسسي، اول ما ياخدوك استيقاف اللي هو التحري اللي هو الاشتباه من الشارع، دي كلها مسميات واحده. يعمل ايه بقى؟ لازم يعمل كده، يمكن يكون معاك مطواه، سنجه، جنزير، حاجه مما تستخدم في الاعتداء على نفسك او عليه هو، اسمه تفتيش ايه بقى؟ تحسسي. ها، تحسسي يعني تبحث عن الاشياء الملموسه، صح كده؟ انا بعمل كده، لقيت مطواه، ما تقوليش بقى ده انا عاوز اذن ولا رضا ولا تلبس، ده تفتيش وقائي، وهو ده اللي هتشوفه في الواقع العملي كتير جدا. انك لازم تعمل دياجنوستيك، لازم تشخص مظبوط عشان تشوف ايه اللي بيحكمك. يبقى التفتيش الوقائي هنا كاجراء استدلالي، وما اقول كاجراء استدلالي يبقى يملكه المجند لغايه السيد مدير الامن. اسف، مدير الامن ليست له صفه الضبط القضائي. مدير الامن ليست له صفه الضبط القضائي، قد يكون الامر غريبا لاول وهله. بقى امين الشرطه وضابط الشرطه له صفه الضبط القضائي ومدير الامن مالوش؟ ايوه مالوش. ليه؟ لان لو مامور امين مدير الامن له صفه الضبط القضائي يخضع لرئاسه معاون النيابه. احنا عاوزين نشيل الحزازيه دي بالاثنين، نخلع نحسر صفه الضبط القضائي عن مين؟ عن مدير الامن. واضحه الفكره؟ يبقى عندي التفتيش الوقائي يباشر مامور الضبط القضائي ويباشر رجال السلطه العامه. لكن اذا تحسست من الخارج كده، مش حط ايدي في جيبك، لقيت ان في مطواه اخدها حال التلبس، تديني القبض والتفتيش بحثا عن توابعها، يبقى الاجراء مظبوط. يبقى لازم الاول تقول لي وقتيه فيه تفتيش وقائي. لو ما كانش عندك ما يبرر التفتيش الوقائي في الاول يبقى غلط. طب التفتيش الوقائي يبقى وقت ايه؟ هيبقى ايه؟ في حاله الاستيقاف، صحيح؟ دي نقطه مهمه جدا. الاستيقاف يبرر التفتيش الوقائي؟ ما ده صح، لان انت لما بتقابله عاوز تتعرف انت رايح فين وجاي منين وفين بطاقتك. انت ما اظهرتش الكلام ده، ما بددتش حاله الاستيقاف، يبقى مامور الضبط القضائي لازم يخطادك لاسم الشرطه عشان يعرف انت مين ورايح فين وجاي منين من بطاقتك، مش كده ولا ايه؟ هنا لما هياخدك لازم يعمل ايه بقى؟ لازم يعمل التفتيش الوقائي. اذا ظهر شيء تعد حيثه جريمه يملك سلطتي القبض والتفتيش بحثا عن توابع الحته دي.